احتفالا باليوم العالمي للمراه. اليوم جينا امام الاكاديميه جهه الدار البيضاء والصاد باش مع الاخوان ديالنا الرجال باش مازال حنا مستمرين في النضال ديالنا بسبب الاتفاق اللي خرج في 14 يناير 2023 واللي جهز على بزاف تاع التطلعات تاع الاخوان اللي دخلوا المسلك الاداره بحيث انه حقق خارج السلم الهيئه التدريس بالسلكي الابتدائي والاعدادي وستنا المتصرفين والتربويين 2022 2023. نعيدها ونكررها ان هذا اليوم جينا وكنقولوا ان هذا الفوج تاع 2022 و23 هو فوج استثنائي بامتياز. علاش؟ لاننا حققنا واحد المعايير استثنائيه في الدخول المركز، حققنا ثلاثه معايير يمكن ان تكون انها تاريخيه بالوظيفه العموميه، اننا يكون دخلنا للمركز وحنا عندنا الاجازه، اقلنا عدوا الاجازه، عندنا 15 سنه اقدميه في التعليم، عندنا درجه متقدمه في السلم 11، فلماذا تم حرمان هذه الفئه من خارج السلم؟ لماذا تم استثناؤنا؟ 1600 متدرب في مراكز المغرب كيطالبوا ان النقابه تبنى الاكثر تمثيليه تبنى الملف ديالهم والمطالب ديالهم، وكذلك الوزاره الوصيه تنهج واحد السياسه ديال انها تسمعنا وتسمع المطالب ديالنا، لان ما يمكنش هاد الناس من بعد ما قضوا واحد المده طويله في هيئه التدريس وولجوا الاداره باش يكونوا مشعل ديال الاداره التربويه ويهزوا الاصلاح الشامل وناخذوا على عاتقنا كل ما جاءت به المشاريع وكل الاصلاحيه، وبالتالي غنولجوا الاداره التربويه السنه المقبله وحنا فقط بسنتين جزافيتين. يعني كيف يعقل للناس في الرتب تسعود من سلم 11 وغيتقاخروا الرتبه الثانيه؟ هذا لا يعقل. لذلك اليوم واحتفالا بيوم عيد المراه هنا غنتواجدوا مجموعه من المناضلات المديرات التربويات اللي غيهزوا المشعل ديال المنظومه التعليميه كيطالبوا مع اخوانهم الرجال ان تحقق المطالب ديالها ان شاء الله.